جد تحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز الحقيقه مهم جدا في ظل الضغط الكبير والتلاحم الكبير للمباريات، بتحاول تجمع نقاط في وقت صعب بدرجه حراره عاليه بظروف استثنائيه كبيره جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. امور عديده جدا الحقيقه على المستوى الطبي لابد ان احنا نتكلم فيها طبعا مع رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جبال اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده مع كل لاعبي النادي الاهلي. دكتور احمد، طبعا بنوجه لكم الحقيقه في البدايه كل التحيه والتقدير على المجهود الكبير جدا اللي بيبذل للجهاز الطبي بالكامل، لان انت بيجي لك حاله بتتعامل معاها بتلاقي حاله تاني بتتعامل معاها، بيبدا كمان الجهاز الفني يطلب منك تقارير، بتحاول ان انت توفق كل الامور والظروف دي في وقت قليل جدا. طمنا بشكل عام حاله اللعيبه، الامور ماشيه زي حتى هذه؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، مبروك لينا ولجميع النادي الاهلي. الحمد لله احنا الفتره دي يعتبر الاصابات قليله شويه، يا دوب احنا عندنا علي معلول الحمد لله بدأ شغال في المرحله الاولى من التاهيل بعد عمليه وتر اكيلس. بيرسي ووسام كان الحمد لله هو رجع، كان الاثنين دول اتصابوا مع المنتخبات بتاعتهم. بيرسي كان عنده شده من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه، هو بيرسي دلوقتي في المرحله الثانيه الحمد لله من التاهيل، انتظر رجوعه ان شاء الله قريبا يعني باذن الله. وسام الحمد لله كان جزع في اربطه الكاحل الحمد لله، هو النهارده شارك الحمد لله وادى اداء كويس. بالنسبه لعمر كمال كان عنده شد في العضله الاماميه والحمد لله يعني منتظر دخوله التدريبات في اقرب وقت ان شاء الله هنبلغه بيها باذن الله. شفنا كدمه قويه الحقيقه لاكرم النهارده، طبعا الناس بتحاول تطمن على طول فلابد ان احنا ناخد المعلومه منك. اكرم الامور بالنسبه له ايه؟ الحمد لله انا كان في التحام مع اكرم الحمد لله، كان هي كدمه فوق الركبه بسيطه يعني الحمد لله، عملت له فحص بره والحمد لله قدر يكمل عليه، وكده كده برضه هبص عليه تاني ونطمن يعني الحمد لله بعد الريكفري باذن الله. لما بنشيد الحقيقه بالدكتور احمد مش بنشيد من فراغ، لان ما بنشوف امام بيجي يسلم عليك بعد هدف بعد امور دي بتبقى فيه تفاصيل صغيره جدا، مدى استجابه اللعيب ومدى كمان اتقان الجانب الطبي اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي تحت قيادتك، الامور دي بتفرق مع عوده اللعيب ان انت نفسيا كمان تشتغل مع دكتور احمد بشكل كبير جدا. الحمد لله يعني انا بحب اللعيبه كلهم، هم معظمهم الحمد لله بيحبني يعني، التعامل ما بيننا هو اخوه، هم اخواتي كلهم صغيرين. طبعا انا اي لعيب بيتصاب اصابه هم بالنسبه لها دي بتبقى حاجه صدمه ليه كبيره، اهم حاجه التعامل النفسي فيها، والحمد لله يعني ليه دور مساعد معانا في الجهاز الطبي كل دكاتره العلاج الطبيعي، وفي حلقه مهمه جدا عندنا في الجهاز الطبي هي حلقه دكاتره التاهيل دكتور محمد نجار ودكتور طه نوح. الناس دي بتشتغل، هي دي يعني بالنسبه لي انا ليها دور مهم جدا في ان هي بتسلم الفرقه لعيب واصل لنفس الريتم بتاع الفرقه، والحمد لله يعني في اصابه امام كل الناس كنت متوقعه ان هو يرجع بعد شهرين وثلاثه، امام بالظبط شهر كان بيلعب ماتش مازيمبي. فالحمد لله يعني المنظومه شغاله بشكل كويس والناس كلها بتشتغل باعلى طاقه ليها لخدمه النادي يعني مش اكتر. الله يخليك، ميرسي ليك، شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي على هذه التصريحات. الحقيقه بنحاول نطمن بشكل كبير على المجموعه، لكن اطمننا على اكرم راجل اتكلم، على عمر، على تاو، على ايضا كمان علي معلول، ان شاء الله باذن الله لا يعني فتره الاصابات دي في هذا التوقيت تعدي بسلام على كل لاعبي النادي الاهلي، لان محتاجين كل المجهودات خلال المرحله القادمه. مبروك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، صفحه بتغلق وبيتم التحضير للمرحله القادمه.